بلمسة. ساندرو يفقد كرة تعود لمصلحة الشمال. تسيد جدو محمد يخفق جدو ولا يتصدى أفينيلدو. والشمال بأول الأهداف. يا سلام يا سلام على التمريرة، على الكرة، على النقل، على إياد علوان رائعة. وجدو في الإنهاء أروع، وكل ما في اللقطة الماضية جميل رائع بالنسبة للشمال. الدوكالي، الدوكالي غادر هو الآخر طبعا بين شوطي اللقاء، ونزل بديلا من خالد محمد صالح. الله الله الله، الآن شوف الكرات الطولية اللي ترسل ساقطة. جدو إلى ماجد، ماجد يا سلام على اللمسة، يا سلام بخبرة السنين. أي استقبال ثم أي إنهاء يا علي علوان، أي استقبال وأي إنهاء في الهدف الثاني للشمال بأقدام النجم الأردني الشاب علي إياد علوان. استقبال رائع ثم إنهاء أروع ثم ثاني الأهداف لمصلحة الشمال، يؤمن على النتيجة على الهدف بهدف آخر. الآن تصبح إلى 2-0. الشمال يضرب مبكرا مقابل 4 تسديدات للأهلي أو للشمال عفوا بين الخشبات الثلاثة. كرة تعود. إعادة بشكل خاطئ. الله، أكيد التفوق الشمالي في هذه الأمسية. كرة ساقطة، أخطاء دفاعية بالجملة تتكرر لدفاعات الأهلي. سفيان بوفتيلي يعطي الباص لفهد وعد، لكن أي تصرف يا فهد. الله عليك الله عليك يا فهد، الزاوية صعبة صعبة صعبة، لكن الصعب يسهل أمام المهاجم الهداف، أمام المهاجم اللي يحفظ المرمى، يحفظ الطريق تماما، وهو مغمض وظهره للمرمى وعلى خط المرمى. زاوية صعبة بال